كولد رانر فيز هوت رانر. ايه الفرق ما بين الكولد رانر والهوت رانر؟ كلمتين بنسمعهم كتير في عالم البلاستيك او استنباط البلاستيك. قبل ما نتكلم عن الفروقات لازم نعرف الاستراكشر بتاع الكولد رانر والهوت رانر. استنبط الكولد رانر ممكن تبقى نوعين. النوع الاولاني بيبقى استنبط بلاطتين زي ما احنا شايفين هنا، بلاطه ثابته اللي هي بلاطه الكافيتي وبلاطه متحركه اللي هي بلاطه الكور. لو بصينا على المسقط اللي على اليمين هتلاقي ان المنتج بيطلع معاه بوابه الحقن والسبرو حته واحده، تمام؟ فبتحتاج تشيل الجيت والسبرو، بتجيب قطر وتشيل الجزء ده، ما بيطلعش بسهوله، ودي من عيوب الطريقه دي مع انها سهله كسهل التصنيع ومش مكلفه. الطريقه دي بتستخدم في انتاج عين واحده بالبلدي كده او منتج واحد، وممكن تستخدم في اكتر من منتج، بس هي مشكلتها في الجيت زي ما قلنا ان الجيت بتبقى كبيره اللي هي من نوع دايركت جيت، بتبقى مباشره على سطح المنتج بالمنظر ده، لكن هي غير مكلفه وبتدي انتاجيه عاليه، بس برضو من عيوبها ان الباور بتاع استهلاك الباور بتاعها عالي بالمنظر ده. ناخد بالنا ان هي بتتكون من بلاطتين بس، بلاطه كور وبلاطه كافيتي، تمام؟ غير بقى الفرش بتاع التثبيت الجزء الثابت والفرش السفلي والإجكتور والطوارد والسبيسر اللي على الشمال ده او كورس الاسطمبة، تمام؟ ده كده النوع الاولاني من استنباط الكولد رانر. ده شكل يعني كتير بتشوفه. برضو في نوع تاني، النوع التاني من استنباط الكولد رانر بيبقى ثلاث بلاطات. هنا بيبقى عندك بلاطة للسبرو وبلاطة للمنتج بالمنظر ده، تلاقي المنتج طالع من غير الجيتس والسبرو، يعني عملية الفصل بتتم اوتوماتيك. هنا بتبقى ثلاث بلاطات، الجزء الثابت اهو بيبقى فيه بلاطة بنسميها بلاطة الرانر او الستريبر بليت، تمام؟ والجزء اللي هي المتحرك السفلي اللي هو بلاطة اللي هي الكور. ده كده مكون الاستنبط بتبقى مكونه من ثلاث بلاطات في الكولد رانر. ده النوع الثاني من انواع استنباط الكولد رانر. هنا بيبقى ميزه ان الرانر تقدر تشيله بسهوله زي ما احنا شايفين، المنتج بيطلع لوحده. برضو الطريقه يعني الاستنبط ده بتشوفها كتير، بس يعني من عيوبها انها مكلفه شويه مقارنه بالاستنبط بتاعت البلاطتين. تعال نشوف النوع الاخر بقى وهو استنبط الهوت رانر. الهوت رانر ما بيبقاش فيه رانر خالص، يعني بيتسمى رانر ليس، بيطلع المنتج بدون اي بدون السبرو، لان السبرو دايما في حاله تسخين فما بيطلعش معاك، بيطلع المنتج بالمنظر ده. السيرفيس فينش في الحاله دي بيبقى ممتاز، لكن الطريقه دي بتبقى مكلفه جدا، فاهم؟ هنبدا بقى نقارن ما بين الهوت رانر والكولد رانر. في الهوت رانر زي ما احنا شايفين على اليمين كده بيكون مناسب للمنتجات الطويله او المسارات الطويله للحقن عشان تتغلب على مساله التجمد اثناء الحقن. خد بالك ان احنا في الهوت رانر بنحتاج جزء كده سيستم للتسخين، اما هنا في الكولد مفيش اي تسخين بيتم، مجرد الحقن اللي داخل من المكنه، عشان كده ده اتسمى كولد وده اتسمى هوت، تمام؟ النقطة الثانية في موضوع الهوت رانر، انت بتحتاج تستخدم هوت كويل داخل الاسطمبة عشان تعمل تسخين مستمر داخل الاسطمبة، فتخلي المنتج في حالة تسخين مستمر، فالسيرفيس فينش بيطلع ممتاز. المنتج بيبقى ليه تفاصيل كتيرة، عشان يعني في حالة ان المنتج فيه تفاصيل كتيرة بنبدأ نستخدم الهوت رانر. بيستخدم كمان مع المنتجات اللي هي سمك رؤية او زي المنتجات الطبيه اللي بتلاقي في السيرفيس فينش بتاعها ممتاز، دايما بيعملوها بالهوت رانر. بيكون الطريقه دي افضل طبعا من الكولد رانر بس مكلفه. المصب ما بيطلعش معاك، يعني هنا لاحظ كده المنتج بيطلع لوحده، فانت كده بتوفر في الخامه، بعكس هنا بيبقى عندك جزء محتاج تعمل له ريسايكل. طبعا الطريقة دي بتبقى غالية، أغلى من الكولد رانر، وبتحتاج صيانة أكتر من الكولد رانر.
عندك في الكولد رانر بقى لو اتكلمنا عنه بيبقى مناسب اكتر للمنتج ذو مسارات قصيره، ويعني هو شائع الاستخدام اكتر من الهوت رانر لما تكون عايز منتج مش سيرفس فينس بتاعه مش جيد قوي، يعني ماشي حلو تمام. وقت الحقن هنا بيكون اكبر من وقت الحقن في الهوت رانر. الصيانه بتاعت الاستامبه بتكون ارخص بكتير من الهوت رانر، لان انت عندك الجزء الايتر ده او الجزء الهوت رانر سيستم ده بيبوظ بعد فتره او محتاج صيانه، بعكس هنا مش محتاج اي حاجه، انت مفيش اي جزء بيتسخن بيه تمام. هو على فكره الهوت رانر ده الكونستراكشن بتاعه اهو سيستم، يعني هو سعره حوالي من 5000 جنيه ل 20000، يعني الاسعار دي متفاوته. الرينج في الهيتر ده بيبقى ما بين السعرين دول في الوقت الحالي تمام. وبكده احنا وضحنا الفرق ما بين الهوت رانر والكولد رانر. كان معاكم مهندس علي مصري.